ايش اللي في الورق؟ قصيدة. طيب وش القصيدة؟ قصيدة كاتبها انا. كاتبها انت؟ اي. طلعونا القصيدة يا شباب على الشاشة، وش قصتها؟ بعد ما تطلع الشاشة واقول لك الحين. لا عاد وش قصتها قلنا يا يعني. واحد من اخويا كان يسولف لي عن موقف ولد عمه عنده ولد وحيد يعني من عياله الصغير. وصار عليهم حادث وتوفى الولد، حادثهم بسيط، فكانوا يعني نضرب تريلا من وراء الولد بس انه جالس على التكاية ذي المركه معهم بالنص. وهذا غلط طبعا ما ينفع. طار الولد من قزاز وتوفى بنفس مكانه، فشافوه امه وابوه. هو سولف علي، رجعت البيت ببالي الفكره، فهذا اللي طلع معي يعني من الابيات. قلها القصيده. فاثر بالموقف، وعسانا ان شاء الله ما نفقد غالي لا انا ولا انتم ولا جميع من شاهدنا. امين يا رب العالمين. قل هذا قلم حزني بدا طرق الالحان، وسالت على خدي جروح جديده، يومك ذكرت العلم والدمع قد بان على الفقيده، اشهد انها فقيده، عاش بحياته طير والحلم قد زان، ولا شاف هم ولا بكاء من مكيده، طفل بنى لامه طموحات واحزان وجروح فقده ذكريات مديده. الله. بس والله اشكر مصادرك صراحه، يعني انا خايف انك لا ها وراك ما لحنتها هذه. عندي عادي لحن. لحنتها؟ هو اساسا انا اذا كتبت ما اعرف بحور الشعر الصدق. لا والله ما شاء الله عليك والله. لا انا ما اعرف، على واستند على كلام الشاعر خلف المشعان يقول مو كل من يكتب شعر يدري عن بحور الخليل، اللي يداوي علتك لا تبلش باسباب. الله. فانا اداوي عله داخليه يا اخي، موقف صار. والقصيده والله انها ممتازه يعني. الله. والله حتى الجمهور بيحكم فأنا عليها. فانا على طاري اذا تقول تلحن، انا شلون اعرف اذا هي مكسوره او فيها شيء او فيها يعني القصيده فيها خلل؟ الحنها. يا سلام. وعدل لحنا اياها. شوف عطنا كذا البيتين الاولى والثلاث. هذا قلم حزني بدا طارق الالحان، وسالت على خدي جروح جديده، يومك ذكرت العلم والدمع قد بان على الفقيدة، أشهد أنه فقيدة. الله. طفل بنى لأمه طموحات وأحزان وجروح فقد ذكريات مديدة. والله جميلة، وأيضا حتى اللحن اختيارك له هذا لحن مميز معروف. اي نعم. على طاري هالالحان وكذا، في شيء انت كتبته ولحنته؟